السادس الاعدادي ان شاء الله هنكمل مع بعض تدريبات عامه على الوحده السادسه. اولا السؤال الاول تصور ما تحته خط. اولا واحد بيقول لي قسم محمد علي مصر الى سبع مديريات. سبع مديريات المفروض خط يبقى تحت مراكز بقى معلش يبقى هنا سبع ايه مديريات. ثاني حاجه اصطحب كليبر مجموعه من العلماء لدراسه احوال مصر. طبعا اصطحب العلماء ده كان مين؟ نابليون بونابرت. ثلاثة أدرك محمد علي قوة المماليك في تولية الحكم. طبعا لا هو مش المماليك هم مين؟ الزعامة الشعبية. أربعة أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في طبعا مش العسكرية تبقى إيه؟ أسوان. تمام. السؤال الثاني بما تفسر أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 1517 وطبعا إيه؟ بسبب هزيمة المماليك في معركة الإيه؟ الريدانية. تمام كده؟ اثنين الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية على مصر هقوله طبعا هنا بما تفسر الحملة الفرنسية على مصر لقطع طرق الاتصال بين انجلترا وأمر مستعمراتها في الهند رغبة فرنسا في إنشاء مستعمرة في الشرق ويكون مقرها مصر لتعويض عما فقدته المستعمرات أثناء حروبها مع بريطانيا. ثلاثة حملة فريزر في مارس 1807 واحد لاحتلال مصر اثنين لخلع محمد علي ثلاثة لتعيين محمد بيك الألفي. أربعة تطبيق نظام الاحتكار في عصر محمد علي قال طبعا لضمان تمام كده المنافسة مع الدول الأخرى في سوق التجارة الدولية. بعد كده السؤال الخامس عقد معاهدة لندن 1840 لأن شعرت الدول الأوروبية أن محمد علي يمثل خطر كبير على التوازن الدولي بعد طبع حروبه وانتصاراته على السلطان العثماني في حروبه على الشام. السؤال الثالث اكتب كلام صح وكلام خطا طبعا مع التصويت. تعرضت دوله المماليك لازمات ماليه وتدهور اقتصادي الاجابه طبعا صح. اثنين استطاعت القوات الفرنسيه ارضاع اهالي الصعيد طبعا اقول يلا الله لم تستطع طبعا ما ارضعتش الصعيد طبعا اهالي الصعيد بيها. ثلاثه ارسل نابليون بونابرت قواته الى الشام يدمر الاسطول الاسباني طبعا الاجابه خطا طبعا نابليون بونابرت ارسل نابليون قواته الى الشام يدمر الايه؟ الجيش العثماني تمام كده. عندي بعد كده أربعة أبناء محمد علي على خلع السيد عمر بكر من ضابط الأشراف طبعا هو الإجابة طبعا صح. نمرة خمسة أثرت طبعا سياسة محمد علي الاقتصادية في البناء أو في تشكيل البناء الاجتماعي طبعا اللي هي اختفت وظهر بعض القوى في الإجابة فعلا صح. نيجي نشوف بعد كده لترتيب الأحداث التاريخية ترتيبا تنازليا يعني من الكبير للصغير. تمام كده يا أساتذة. أول حاجة هقولها هي حروب محمد علي في اليونان. حروب محمد علي في الجزيرة العربية اثنين، بعد كده حملة فريزر على مصر، بعد كده الحملة الفرنسية على الشام، بعد كده ثورة القاهرة الأولى، وآخر حاجة عندنا طبعًا موقعة الإيه؟ الريدانية. السؤال الخامس، ما النتائج التي ترتبت على ثورة القاهرة الثانية؟ طبعًا قام كليبر بتدمير حي غلاء بالكامل وفرض الأدوات والضرائب على الإيه؟ على الأهالي. نمرة اثنين، حاجة محمد علي إلى الموظفين أدى إلى اهتمامه بالتعليم والإيه؟ والثقافة. ثلاثة تضحم المماليك المستمر فيما بينهم أدى إلى استهلاك قوتهم وعدم استطاعتهم الدفاع عن البلاد. نيجي بعد كده السؤال السادس، ماذا يحدث إذا هزمت القوات العثمانية في موقعة برج دبل لم تصبح بلاد الشام ولاية عثمانية؟ آخر سؤال معانا خالص، لم يتم اكتشاف حجر رشيد لم يتم معرفة الثقافة المصرية القديمة. كده نكون هنا التدريبات الدرس والوحدة.